تحتفل القوات البحرية في 21 أكتوبر من كل عام بعيدها السنوي الذي يوافق ذكرى الملحمة البطولية التي قام بها رجال البحرية بعدما أطلقوا أول صاروخ مباشر على المدمرة الإسرائيلية إيلات، وتم تدميرها بعد مرور 4 أشهر فقط من هزيمة 5 يونيو عام 67. تلك الملحمة العظيمة بالتأكيد رفعت من الروح المعنوية لجنود القوات المسلحة والشعب المصري بعد هزيمة يونيو، ما دفعهم إلى شن حرب لا هواد فيها سميت بحرب الاستنزاف، كبتت العدو الصهيوني خسائر فادحة في البر والبحر والجو. البطولات، الإنجازات، القدرة والإرادة والتحدي للقوات المسلحة شيء مش جديد علينا، لكن تاريخنا هو اللي بيقول كده، تاريخنا اللي بيحكي يعني بأسطر من نور ما قامت به دائما القوات المصرية من صد للعديد من الهجمات اللي دايما بيحاول العدو ان هو يقوم بها لمحاولة الاستيلاء على اي حبة رمل، لكن دائما ما تتصدى الجيوش المصرية لأي محاولة اعتداء. دايما الجيش المصري بيدافع عن أرضه، دايما الجيش المصري بيكون مصدر القوة لكل مواطن ومصدر الأمن والأمان والطمأنينة أيضا للحفاظ على الأراضي. وزي ما قلنا النهاردة بنستعرض مع حضراتكم العديد من البطولات اللي تمت على أرض مصر من خلال جيوشها، من خلال جنودها خير أجناد الأرض. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني النهاردة، برحب بدكتور خالد سعد مدير عام آثار ما قبل التاريخ. أهلا بك يا دكتور، منورنا. صباح الخير. صباح النور. خليني أبدأ من آثار ما قبل التاريخ، يعني كتير يقول يعني إيه آثار ما قبل التاريخ، ياريت نوضحها برضو لكل السادة المشاهدين. طبعا إحنا بنتكلم النهاردة عن الجيش المصري. تمام. وطالما بنتكلم عن الجيش المصري عايزين نوضح بس للسادة المشاهدين دور الجيش المصري من فترات زمنية بعيدة جدا. تمام. احنا عندنا في المتحف المصري صليت معمر، وده أول ملك واحد القطرين ماسك مجموعة من الأسلحة. الجيش المصري أول من ابتكر مجموعة من الأسلحة، الجيش المصري أول من صنف الألوية، يعني عمل لواء، لواء مشاة ولواء حاملي الحراب، وأول من اخترع كلمة التمييز ما بين الفرد وفرد الجيش عن طريق الشرطة اللي هو اتسمت بعد كده الشرطة. أيوة. الجيش المصري أول من ابتكر ما يسمى بالملابس العسكرية ليميز ما بين الفرد العادي وما بين الفرد المنتمي إلى المؤسسة العسكرية. تمام. لما حضرتك تشوفي أن الجيش المصري له كم مهول من الإنجازات العسكرية من خلال التاريخ المصري كله، وهذا الإنجاز العسكري كان له أبلغ الأثر في سرد الملامح التاريخية للتاريخ المشرف العسكري. تمام. على كافة مناحي العالم. المفاجأة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك وللسادة المشاهدين إن الجيش المصري أحسن جيش في العالم حقق انتصارات من خلال عدد 445 حرب خاضها الجيش المصري. هو ده اللي عايزين نقوله، ان احنا مش بنقول مجرد كلام ولا بنسرد يعني وقائع غير حقيقية، لكن ده تاريخ. بالزبط. تاريخ لازم كلنا نعرفه ولازم كلنا نعيه بشكل جيد جدا علشان ونفتخر بيه. ده يعني ده مصدر فخرنا، ونستمد منه برضو القوة اللي نقدر نواجه بيها التحديات النهاردة. أنا يعني بس هقول لحضرتك على الفخر، ان لما لم يخوض جيش في العالم هذا العدد من الحروب 445 حرب، لم يهزم الجيش المصري إلا في 7 حروب من ال 500. حضرتك شوفي الرقم 445، يعني نسبة تكاد لا تذكر منهم
اربع حروب في فتره جمال عبد الناصر. تخيلي ان الفتره البسيطه دي يعني الجيش المصري كان جيش متقدم جدا. من ضمن الحروب اللي احنا برضو مش حضرتك بتعطي نوت الامتياز ونوت سيناء ونوت الشرف ومجموعة من الأنواط للمحاربين القدامى وللشهداء، حضرتك ما تعرفيش ان سقن رأى طاعة الأول وسقن رأى طاعة الثاني. احنا عندنا موميا في المتحف المصري لسقن رأى الثاني، أول ملك مصري شهيد في المعركة. كانت معركة ايه فن؟ كانت معركة مع الهكسوس. الهكسوس بعته للملك المصري بردية كده موجودة عندنا في متحف المتروبوليتان، بيقولوا له أسكت أفراس النهر فإن أصواتها تزعج ملوكنا. فرفض الملك المصري الجسور هذا الاستخفاف بالجيش المصري واشتبك معهم في مجموعة من المعارك. سقط الملك المصري الجسور وهو أول ملك شهيد في ساحة المعركة، والأعداء مثلوا بجثته ضربينه بمقمعتين وبلطة وسهم مسموم. يعني شوفي حضرتك العنف في التعامل مع الرمز العسكرية العالمية. استطاع ابنه واستطاع حفيده اللي هو كاموس وأحمس أن يقلبوا الكفة لصالح الجيش المصري وانتصروا ويطردوا كل الغزاة من مصر. لو أنت حضرتك رجعنا التاريخ المصري ورجعنا شرف العسكرية المصرية هنجد أن الجيش المصري دائما يصد حدود الإرهاب وحدود الغارات العسكرية من الطرف الشرقي لمصر، بوابة الشرقية. بس أنا هتوقف عند القصة التاريخية اللي حضرتك قلتها. احنا دايما بنقول التاريخ بيعيد نفسه والمواقف ما بتتغيرش. يعني لما حضرتك بتذكر أن القائد وأن الملك في ذلك الوقت هو اللي كان بيقود، كان قائد الجيوش، كان قائد الجيش وهو من دخل إلى ساحة المعركة بالزبط. وهو من قتل وكان في مقدمة الجيش وكان في كل ده اللي حصل مع قواتنا المسلحة في كافة ولا زالت إلى الآن. يعني لما بنتذكر كافة القيادات اللي كانت بتتولى المسؤولية في حرب 73 وقد إيه هم كانوا في مقدمة الصفوف مع جنودهم في ذلك الوقت وكم من البطولات اللي قاموا بيها. احنا عندنا أمثلة لشهدائنا العظام طبعا، عندنا أحمد بدوي، عندنا إبراهيم الرفاعي، عندنا كم كبير جدا كتير. يمكن احنا بس إيه مش عايزين نذكر في أسماء، طبعا شهيد عبد المنعم رياض، شهيد احمد حمدي، يعني الكثير والكثير من الاسماء اللي يعني لابد ان احنا نتوقف عندها ونشوف ان دي تيمة خاصة بالمنظومة العسكرية وعقيدة بالفعل متواجدة مع المنظومة العسكرية منذ بداية التاريخ. الجميل كمان ان سقن نراع لم يكن هو الملك المصري الوحيد الذي كان يتقدم صفوف الحروب. انا هقول لحضرتك بس عشان حضرتك ما تتفاجئيش، لم يسجل التاريخ اي انتصار للجيش المصري الا وكان قائد البلاد هو في مقدمة الجيش المصري. عايزة اتوقف عند اشهر المعارك او الحروب اللي بالفعل لابد ان احنا نكون حريصين جدا عند التوقف عندها لانها ليها الدلالة الخاصة بيها في الأحداث التاريخية، زي ما حرب 73 غيرت في استراتيجية الحروب على مستوى المنطقة كلها. عندنا أكيد عندنا حروب كثيرة عندنا جدا أكتر على مر من التاريخ. كانت حجر زاوية بالنسبة للتاريخ المصري. عندنا مثلا موقعة قادش ما بين الملك المصري وما بين الحيسيين اللي هو رمسيس الثاني وما بين الحيسيين. عايز بس أقول لحضرتك على حدود المملكة المصرية في عهد الملك رمسيس الثاني. كانت بتصل حدود المملكة المصرية، الدولة المصرية، كانت بتصل إلى نهر الفرات في العراق وإلى جبل جبيل في لبنان وإلى الجندل الأول في جنوب السودان وإلى طبرق في ليبيا، وكانت كل بلاد الحجاز تبعها. كل دي كانت المملكة المصرية بما في ذلك بقى فلسطين والأردن وسوريا وخلافه. الحاجة التانية من المعارك المشرفة في التاريخ المصري موقعة مجدو لتحتمس الثالث. تحتمس الثالث واحد من أعظم الملوك المحاربين في التاريخ المصري، اللي كتب فيه
الآخرين من خارج مصر كتب فيه قصائد شعرية لإبراز مدى قوته وجرأته في تقدم صفوف الجنود، وإن كان بيضرب بنفسه المثل الأعلى في تقدم الصفوف العسكرية في الصفوف الأولى. يعني حضرتك دايماً شهادة الآخر، شهادة الآخر، زي ما بقول التاريخ بيتكرر في كل المعارك ويعني البطولات اللي بتتم. هو هو نفسه التاريخ زي ما احنا شفنا جلدة مائير بتكتب شهادة صحيح. الآخر على أنور السادات، على الرئيس الراحل أنور السادات، زي ما شفنا مشي ديان بيكتب مجموعة من مذكراته التاريخية عن بعض القادة العسكريين المصريين اللي أبهروا العالم. احنا عندنا أمثلة لا يكفي التاريخ ولا كتب التاريخ لسرد هذه العظمة في العسكرية المصرية. طيب خليني أقول إن احنا محتاجين إن احنا نؤرخ دوت بكافة الأشكال، سواء من خلال المناهج الدراسية لأبنائنا، سواء من خلال المتاحف اللي بتحتوي على الآثار المصرية. وهنا عايز أعرف، هل احنا بنخصص يعني متاحف بعينها للبطولات العسكرية أو الإنجازات اللي قامت بها الجيوش المصرية، أو حتى جزء من المتحف زي المتحف المصري والمتحف الكبير إن شاء الله؟ يعني هل هيكون في نوع من التأريخ لهذه البطولات؟ للأسف الشديد إحنا عندنا المتحف الحربي، والمتحف الحربي ده مختص بما نسميه نحن الآثار المتصلة بالعسكرية أو المتصلة بالجيش. لكن إحنا عندنا في جموع المتاحف المصرية ما بين متحف وآخر كم كبير من الأدوات الحربية. يعني يكفي المصريين شرفا أنهم أول من أدخلوا التطوير في صناعة الأسلحة. يعني هندي أمثلة حضرتك، ودي معلومة حضرتك خديها على مسؤوليتك. هل تتخيلي أن صناعة الطائرة هو اختراع مصري؟ واحنا موجود عندنا المكت في المتحف المصري، المكت المصري القديم. سنة كام يا فندم؟ ده حضرتك من الدولة الحديثة، انت حضرتك بتتكلمي في 1250 قبل الميلاد. عندنا المكت بتاعت الطيارة، وعملوا عليها دراسات علمية، وجدوا ان هذا المكت هو مكت حقيقي لطائرة حقيقية. شوفي حضرتك انت سابقة، بيعود لعصر معين، الدولة الحديثة. انت حضرتك قبل ما كان يبقى فيه اي نوع من انواع الطيارات، حضرتك ادخلتي تعديل على سلاح الاخر. يعني لما بيتم مثلا اشتباك الجيش المصري مع جيش اخر، وده برضو اللي احنا عايزين نوضحه فيما يسمى بالانتاج الحربي او المصانع الحربية، ان حضرتك ممكن تستوردي سلاح معين او تشتري سلاح معين وتدخلي عليه مجموعة من التعديلات. ده اللي حصل برضو في حرب الهكسوس، حينما أتى الهكسوس بالعجلة الحربية، وعندما استطاع الجيش المصري أيوة. أن يدخل تعديلا حينما قام بعمل رمانة العجلة الحربية، فهنا أعطي للعجلة الحربية حرية الحركة أكثر. الحقيقة دايما أنا بحب أربط التاريخ بالحاضر بالمستقبل بالزبط. يعني والأفكار اللي بيبتدعها العقل المصري كثيرة. يعني وهنرجع ل 73 ونقول تحطيم الأسطورة، تحطيم خط بارليف، عبور القناة. ما هو ده اللي هو ده بالظبط كده، هو ده اللي انا بدي امثله من القديم بالزبط. عشان حتى ابنائنا اللي هم يعني يجب ان هم يفتخروا بجيشنا، يجدوا ان هذه الامثله متكرره عبر العصور. يعني احنا لما بندخل، يعني الجيش الاسرائيلي صدر للاعلام العربي في فتره ما أن الجيش المصري لن يستطيع اختراق خط برلين، وإحنا ضربنا للعالم بالعقلية المصرية عن طريق المهندس يوسف باقي، ضربنا مثل لم تكن تتوقعه الخلفية العسكرية على مستوى العالم، ولا زالت تدرس إلى الآن في كافة المناحي العسكرية، الأسلوب المصري في فهم جيولوجية الموقع العسكري. وده بيدرسوه في الكليات الحربية والكليات العسكرية. المسألة مش مسألة انتصار حربي، احنا حققنا مجموعة من الانتصارات القانونية، احنا حققنا انتصار عسكري قانوني في طابة طبعا، حققنا انتصار اقتصادي عن طريق حرس الحدود في منع التهريب وحماية الاقتصاد المصري، حققنا انتصار على مستوى المخابرات العامة،
في زرع أشرف مروان ولا في زرع مجموعة من الخبراء المخابراتيين المصريين في بلاد العدو. حققنا أكبر من انتصار ليس له تأثير في الموقع العسكري أو في الحرب العسكرية، لكن هو انتصار على منح آخر. خلينا نقول ان هذه الانتصارات لم تكن يعني بجهد مؤسسة واحدة او جهة واحدة، ولكن كان تلاحم وايمان من قوى الشعب كلها. تمام. يعني الشعب زي ما بنقول دايما الشعب بيساند قواته المسلحة، بيستمد منها القوة ويعطيها ايضا القوة والقدرة على التحدي والانجاز. خلينا نرجع بقى لايه لدور الشعب مع المؤسسة العسكرية. هو ده اللي انا عايزة اتكلم فيه دلوقتي، دوره قبل كده ومدى قدرته على دعم قواته المسلحة واللي مستمر يعني حتى الآن الشعب المصري يمتاز بثقته الشديدة بقواته المسلحة، بدعمه لها في مختلف المجالات، بإيمانه بأنها بالفعل قادرة على التصدي لأي محاولة ربما تحاول العبث بأمن الوطن. ندي بقى أمثلة على الكلام ده. من الدولة الحديثة يظهر لنا حاجة اسمها أستراكة. أستراكة دي عبارة عن كتابة بتاعت مجموعة من الأفراد، ممكن تبقى بالخط الدارج أو اللي احنا بنسميه الخط العامي لبعض اللي احنا بنسميها السيرة الذاتية. إن واحد اسمه أمين حطب ابن حابو كان فرد بيقول لقائد الجيش المصري سوف أوفر لك خبز بيتي. الله. تشوفي حضرتك، هو ده لما نروح لحرب الاستنزاف ونشوف الشعب السويسي وشعب الإسماعيلية وشعب بورسعيد وفروا قد ايه المجهود الحربي واللي كان بيتم تأمين وحماية لجنودنا. صحيح. وساهموا معاهم في كم مهول لا يسعنا المجال الى ان احنا نوضح البطولات بتاعت الجيش المصري بالتعاون مع الشعب المصري فيما نسميه نحن بحرب الاستنزاف. حتى من المسمى اننا استنزفنا العدو في كم مهول جدا. يعني حضرتك، في مؤرخ اسرائيلي كتب عن الجيش المصري في حرب 73، قال لك من الجهالة ان تدخل جيوش العالم. شوفي حضرتك، ده قائد عسكري. انا افتخر بهذا المقولة الاسرائيلية عن الجيش المصري لما بيقول من الجهالة ان تدخل جيوش العالم حربا ضد الجيش المصري الذي لا يخاف، شوفي، لا يخاف اي نوع من انواع الاسلحه، فان ارخص شيء لديه. صحيح. هو الروح. صحيح. شوفي اللي هم بيعتبروه اغلى شيء. صحيح. هذه المقوله فخر لنا. وان كنا يعني في ذات الوقت يعني دايما بيبقى في حرص على حياه المقاتل المصري، مهم جدا ان المقاتل المصري يحافظ على نفسه ويحافظ على روحه، ولكن في سبيل الوطن. بالظبط، قوته في ايمانه بانه لا تجود الروح ولا في سبيل الوطن يتم يعني. حضرتك بقى خدي امثله من امثله الجنود. صحيح. خلال حرب 73 وما سبقها وما بعدها، انت عند حضرتك. شوفي حضرتك، انا هقول لك على معلومه في منتهى الاهميه. رحمه الله عليه الفريق الجمصي، كان عندنا نقطه في خط بارليف اسمها النقطه الحصينه 21 اللي هي عند منطقه عيون موسى. وكانت هذه المنطقه تحتوي على 8 مدافع هاون فرنسي بتسمى المدافع الجاموسه، وكانت تمطر السويس يوميا بوابل من القذائف. يعني مش عايز اقول لحضرتك كانت في منتهى القسوه. الفريق الجمصي هذه النقطه كانت محاطه بدائرتين اتنين من الالغام، لغم اسمه مضاد للمدرعات ولغم اسمه مضاد للافراد. والدائرتين دول لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تخترق هذه النقطه الحصينه. شوف حضرتك، وان خريطه الالغام، انا بس بوضح ايه بطوله الشعب مع الجيش وكيف يحترم القائد العسكري جندي عنده اتى له بفكره لم تكن لديه. صحيح. وده اللي احنا بنقول ان
رمزية القائد العسكري أنه ينزل من رتبته ومنصبه إلى أن يستمع إلى الآخر، وده اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق طبعا. أنه استمع برضه إلى الرأي وأخذ وهو به القدوة. واحد من الجنود المصريين اقترح على قائد الكتيبة، قال له أنا أعرف مواطن مصري في السلوم كان يخترق حقلا للألغام وهو يركب حماره. رفع هذا القائد هذه المعلومة إلى الفريق القمصي. الفريق القمصي جاب الرجل بتاع سيوة وجاب معاه حماره، وعند شمال بحيرة أرون عمل له مكت للألغام حقيقي. حقيقي ملغم بالفعل حقيقي. واستطاع فعلا، يشوف التجربة بقى، ان هو فعلا يفتح للجيش المصري خط من خطوط النفاذ الى هذه النقطة الحصينة. لما نيجي نشوف فكر انور السادات في تدمير هذه النقطة الحصينة، ان هو ينزع ابرة ضرب النار من هذه المدافع ويستخدم اللي احنا بنسميه الديناميت شديد الانفجار DNT في تفجير 3 من 6، نظرا لوجود مجرد محاولة الاختراق في الدفرسوار. يعني شوفي حضرتك عملية القيادة العسكرية والتواصل مع الأجيال الجديدة، مع الشباب، عدم الاستهانة بأفكارهم، تقدير الأفكار الجديدة ودعمها وتشجيعها. وعلى فكرة يعني خلينا ناخد من ده مثل كل المجالات، مش بس في القوات المسلحة، لكن هي نموذج بيحتذى به في المؤسسات الناجحة، ولكن فلتعمم في كل المؤسسات. نستعين بأفكار الشباب، نديهم الفرصة، نسمعهم ونسمع أفكارهم، لأن بالتأكيد عندهم القدرة على الوعي وعلى الابتكار. الشباب دايما مرتبط بالإبداع، مرتبط بالابتكار، وده اللي احنا محتاجينه في كل المجالات. الحقيقة يعني الحديث شيق جدا، أنا مستمتعة جدا يعني كل هذه البطولات اللي بفخر بيها كمصرية، وبالتأكيد كل مواطن مصري بيفخر بيها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ. نورتني يا فندم، بشكرك على هذا اللقاء المثمر، ألف شكر. كل التحية لقواتنا المسلحة بمختلف الأفرع، كل التحية للقوات البحرية للاحتفال بعدة. الأمس القريب كان احتفال القوات الجوية، واليوم القوات البحرية. كل سنة وقواتنا المسلحة فخر لكل مصري ولكل عربي بإذن الله. ناخد فاصل، بعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم ومهرجان الموسيقى العربية. لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، والجمال ده شيء تاني، مصر جميل.